السلام عليكم البنات، شحال لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون احوالكم طيبه. شكرا على لي كومونتير زوينين ديالكم، شي حاجه يعني دائما كتفرحني، لانه مهم بزاف الدعم معنويا، ماشي بالضروره يكون في مجال في يوتيوب، في اي مجال. كذلك كنرحب بالبنات الجداد، والحمد لله البنات رجلي ولات شويش، وكذلك الحمد لله والشكر لله النشاط والحيوية رجعوا. لذلك ناوية ناخذ التاري من الكوزينة اللي غبرت عليها فترة طويلة، نتوما على بال من اللي مرضت، وخصوصا انه يعني كيعجبني نطيب، كيعجبني نجرب وصفات جديدة. وحاليا بما انه عندي الوقت، فانا غادي ناخذ طاري من الكوزينه ونستغل هذه الفتره هذه اللي ما خدامش فيها. وهذا ما كيعنيش انه الانسان ملي كيكون ما خدامش كيكون عنده الوقت، دونك يعني اي لحظه في حياتنا البنات راه ما كترجع شي، الوقت راه مهم بزاف. واهم حاجه انه الانسان انه كل نهار الواحد يحاول يدير اهداف النهار ديالو باش يخرج ديك الطاقه اللي عنده، ويحيد عليه الكسل والخمول، وخصوصا يبعد عن المماطله والتاجيل، لانهم اول سبب كيدمر الانسان وكيخليه مرض بالكسل والخمول. كتكون عنده عاده سيئه، وكذلك الكسل والخمول راه كيوصلنا للاكتئاب. لذلك فيحاول الانسان يدير حوايج في حياته، او حتى في نهاره، واخا تكون حوايج بسيطه، على الاقل في اخر النهار كيحس بداك التعب الزويون اللي كيخليك تقول جي في كيك شوز ما جورني، يعني درت شي حاجه في النهار ديالي، ماشي بقيت قاعده هكذا بلا حتى شي حاجه. اما بالنسبه للبنات اللي طلبوا مني نشارككم لي كورس ديال الاسبوع ونعطيهم استوس باش يوفروا في المصروف، فغادي نشارككم التقضيه ديال الاسبوع. يعني استغلت الفرصه، جات عندي صاحبتي البارح عندها الطوموبيله، هما في 3 ولا 4 تقريبا ديال لي ماغازان، ماشي على قبل لي كورس باش نغيروا كذلك الجو. فانا ما عنديش شي استوس كبيره البنات، يعني انا متعوده في اول الشهر كندير الحسابات ديالي، وكناخذ البيدجي ديال لي كورس ديال المصروف ديال الماكله كنديرو في انفلوب ديال 4 سيمين. كل اسبوع نهار ثلاثه، انا متعوده كنمشي نهار ثلاثه مع ديك ثلاثه باش كيكونوا لي ماغازان خاويين، ندير لي كورس على راحتي. فكندير لي كورس وداك الباقي ديال المصروف كنرجعو لهداك لونفلوب، يعني هداك لونفلوب كنديرو خاص غير لي كورس. فنصيحتي اولا دائما ملي نبغيو نمشيو نديرو لي كورس نمشيو بلا ليست، ما نمشيوش خاويين باش نعرفو اشنو ناقصنا واشنو كنشريو، وما نشريوش الحاجه بالدوبل ولا بالتريبل. حاجه ثانيه، ما نمشيوش فينا الجوع، لانه اي انسان اللي كيكون فيه الجوع بطبيعه الحال كيبدا يتشهى وكيبدا يشري الماس الحوايج اللي حنا ما محتاجينهاش، يعني نمشيو نديرو لي كورس ديالنا وحنا شبعانين. دونك هذا هو الاستوس ديالي. البيدجي ديال لي كورس كيتحط على جنب، ما نخلطوش مع حوايج ثانيه، ونديرو لا ليست ديالنا ضروري ضروري، ونمشيو نديرو لي كورس ديالنا شبعانين. واحسن شي نمشيو نديرو لي كورس ديالنا بلا وليدات الصغار، لان نتوما عارفين الوليدات الصغار بغيت هادي. دونك هذه هي الطريقه ديالي في لي كورس. دونك البنات غنشارك معكم لي كورس، وغنشارك معكم سورتو راه الكوزينه درتها مع عمل التجارب، سورتو وصفات كنت حابه نديرها زمان فما كانش عندي الوقت اللي كنت خدامه، فغادي نستغل الفرصه ندير الحوايج اللي ما كنتش قادره نديرهم قبل. فوكاتي لابا فيت فوكاتي كولي. Qu'est-ce que c'est que ça, montre maman. Tablette au chocolat. Ah, un tout mal bien chauffé. راه جا قعد البلاصة اللي فيها الحلاوة، قاعد حط كرسي وقعد حداها. دونك طلب بحال هاد المسايل هادي وشوية ديال الشوكولا. أما هذا كيعجبني أنا، كنديرو في وسط التمر أو كنطيب بيه، فان كنطيب بيه، شكنطيب بيه الحلويات. دونك شوية ديال لي بيسكوي، أنا كتعجبني هاد لاماك، ماك بصراحة معروفة، واخا هاد لي بيسكوي هادي كيكونو شوية غاليين، ولكن صراحة ماك زويونة. دونك شويه ديال لي بواسون، قهيوه ديالي المفضله كلاسيك، كناخذ دائما كلاسيك. خدت كذلك جوج ديال لي كروفيت صغيورين، كنحاول نقلل منهم، ولكن خدت كوميم جو دورونج
دوكانات ومع لي بواسون سكري. فانا كنحاول في الكونفيتور عاد مؤخرا علمتهم ياكلوا الخبز مع الكونفيتور والزبده، لان قبل كان كدي بسكوي دي بسكوي على الفطور، قطعت لهم هذه العاده هذه. كاو كاو كنبغي نقب في الليل، اون بوتيت سالاد، شيبس، بات فيت. انا كتعجبني هاد لا مارك بصراحه ديال اوشون، مارك زوينه لي تارت وداكشي. ولقيت البنات التمر، دونك ريغاردي، شوف تبارك الله، يعني انا كنموت على التمر، فلذلك انا لقيتو شريتو حتى هو. وريني ولدي تورنا ادور ولدي. هادو قال لك انا على شحال هادي كان باغي بورت كلي، ولقيتهم دايرين جو كوا كي ليكتريك وي كيضوي ولا اي ساليوم فوالا، لقيتهم دايرين شويه مرخصين و 2 اورو، فقلت علاش لا نشريه. دونك لي روت انا دائما كناخد اكتيفيا، كتعجبني هاد لا مارك، ولا باني عز عليا انا لي روت اكتيمال حكيم. وهاد لي بو هادو حتى هما بصراحه انا مفضلين عندي، كناخد يعني اغلب شي بالسيترون، كنحاول نبدل. لو فروماج بلون انا ما كيعجبنيش شاي، ولكن الوليدات انا دائما كنشري لهم، بون كنشري لهم هاد لا مارك واخا شويه غاليه دابا، راه دايرين لهم يعني مرخصين شويه، اما عاده الرغله من هكذا يعني فروماج بلون عادي راه كيدير 1 اورو 20. هذا جابرويي مارك معروفه، فكنفضل نشري لهم هذا فروماج بطبيعه الحال ضروري. هادي ما حيداش الطبيب، شويه ديال لي فروي، افوكا، شويه العنب، لي كونسيرف انا دائما كنحاول نقلل منهم، ولكن دي فوا كنحتاجهم. دي باناج هكا الواحد ما يكونش عنده الوقت، ولا زربان، ولا شي حاجه دي طون هكذا، انا كناكلو هذا هكذا صراحه تعجبني. وخلاص بتي كورس ابخي، راه مازال شويه ديال شويه الليمون، وشويه على شويه ديال لي فروي، وخلاص تنوض نجمع هاد الروينه. شريت اللحم وداكشي، المهم راه حطيته في الثلاجه ديريكت، دونك روينتي. كونفلاي داك يا بابا دي كارت، je sais pas s'il y a des cartes ou là ma عرفت ça c'est sûr qu'il y a des cartes. Papa va montrer. Ah oui d'accord, OK. D'accord. Il y a très longtemps que ça a sorti. OK. De quoi? Bah Coco Pops avec les cartes. Ah. وبما انه ليفي ديالي ديبوشي، فقلت نتقاسم معكم الطريقه لاول مره كنجربها. حنا كنعرفوا ان القهوه فيها فوائد بزاف، دونك داك الباقي ديال القهوه انا ما كرميهش، هي جمعت منه درته في كاسرونه، زدت عليه الماء وغليته مزيان بوغ ديبوشي اون فيت ليفي. دونك القهوه كنستعملها انا مزيان، هي ديجا كتعتبر ديغريسون، الناس ديال زمان كانوا كيغسلوا بها الماعن، كذلك كنقيو بها الكوير، يعني فيها فوائد بزاف. وفي نفس الوقت كنستعملوها سميد، الناس ديال العربيه كيديروها سميد للتراب، لانها كتقويه وكتغذيه وكتزيد لي بلونتي يكبروا. فغنشارككم الطريقه كذلك. وكناخذوا القشره ديال البيض، وقشره البيض بصراحه راه فيها فوائد بزاف، كيستعملوها الناس ديال العربيه كيسمدوا بها التراب والنباتات، في يعني فيها فيتامينات بزاف، فيها الكالسيوم، كربونات الكالسيوم، الفوسفور، الصوديوم. فديك القشره طحنتها وخلطتها مع القهوه ودرتها في البلانط ديالي النعناع، راه كنت جبته من عند غاشيل غير جوج وريقات وزرعته، وشوفوا تبارك الله هذه اون سيمين بدا كيكبر. دونك راه هي بزاف كتعاون لي بلانط باش يطلعوا باش يكبروا كتغديهم. الوغ ليفي ديالي تبوشا ليا، غادي نحيد ديك القهوه بطبع التخت ديال القهوه، من بعد نقي. انا عاده كنستعمل الفينيغ غروسيل بيكربونات دو سود، ولكن هذه احسن طريقه باش كنخليو ليه كاناليزاسيون نقيين. ممكن نستعملوها مره في الشهر، ماشي بالضروره انه نكون ديبوش. انا قالها لي داك البلومبي اللي صوب لي الحمام الدوش، قال لي ممكن تستعمليها مره في الشهر، اما دوك ديسكتوب ودوك لي برودوي قال لي قطعهم بالمره، حنا كنعرفوا فيهم دي برودوي شيميكي هلكو الكاناليزاسيون،
دونك هذه الطريقه البنات حبيت نشاركها معكم مره في الشهر ديوام، ماشي غير ليفيي حاشاكم التواليت للساد دو بان دوش كاع لي كانيليزاسيون، مره في الشهر كنقيو لي كانيليزاسيون ديالنا. اما من بعد البنات الفرماج اللي شفتو قبيله راه دخلوا فيه الوليدات طول وعرضه، وانا بصراحه ما تعجبنيش الفرماج بحال هكا خصني نسمو، كيعجبني من السم، فخلاو ليا دي بتي مورسو قلت نشاركها معكم. دونك حطيت شويه ديال زيت العود، ممكن تنسموها باي حاجه ماشي بالضروره الحوايج اللي غنستعمل انا غادي نستعمل غير الزيت ديال العود، وغادي نزيد عليه الزعتر، الزعتر يكون من الاحسن يكون فري، هذا اللي عندي راه فري عطاتو لي جارتي، وكذلك غادي ندير فيه الفلفله شويه الحاره، البابريكا تكون حاره، اما نتوما ممكن تستعملوا حوايج واحده اخرى ولكن كيعطيه بصراحه مذاق رفيع رفيع. فحطيت شويه ديال الزعتر شويه ديال البابريكا، من بعد غادي نزيد عليه شويه ديال الزيت العود وغنحطوه في الثلاجه، يعني كل ما طول في الثلاجه كل ما المذاق ديالو ترفع. جربوها البنات وقولوا لي رايكم، وكنكمل بنفس الطريقه. وممكن كذلك تنسموا بالحبه السوداء او القرقاع او الخرقوم، المهم النكهه كتبقى اختياريه، واكيد اكيد خصو الزيت العود هو اللي كيعطي مذاق زويون. من بعد البنات هذه فتره كنت باغا ندير الزبيب، وجات الفرصه يعني شريت بزاف ديال العنب، فاول حاجه غسلته بطبيعه الحال شي ثلاثه المرات ولا اربعه المرات يعني ضروري الغسيل. من بعد قطعته حبيبات وحاجه محتوى كيحوني واخا كينقب، وكنحيد حاشاكم كاع دوك العنب الخامج، لانه الا كان العنب مفتوح وخامج ما كيصدق شيء، يعني ضروري تكون الحبات زويونين. دونك كنختار دوك اللي ما زوين شي كنحيدهم، وحنا كنعرفوا الفوائد ديال العنب، يعني فوائد راه لا تعد ولا تحصى. الزبيب يعني كيطرد الصمود من المعده، كيحافظ على نسبه الكالسيوم في الجسم، كيحد من نمو لي بكتيري في الفم، كيخفف من الامساك ويسهل الهضم، والفيتامينات ديالو راها كثيره كثيره. كذلك كينفع لهشاشه العظام، يعني غادي ينفعني ليا انا، كيساعد على العلاج ديال المراره الكبد، ينشط الذاكره، كينظم الضغط، مفيد الريجيم، عنده الفوائد فوق القياس. دونك من بعد البنات درتو في الماء، زدت عليه معلقه ديال البيكربونات دو سود والحامض، غير هي كان عليا غير يغلى الماء نحيدو، انا خليت واحد جوج دقائق، مع الاسف لقيت النص ديالو طرطق. دونك البنات كنحيد كاع دوك اللي تفتحوا كاع اللي طرطقوا، ولكن ما غرميوهمش ما غلوحهمش، بما انه البنات ما عنديش انا البالكون هاد الايامات الشتا بزاف، فانا غادي نسخن الفران، يعني الزبيب غنديروه في الفران في نفس الوقت بين ما سخن، غنوريكم شنو غندير بهذا العنب هذا. خدت شويه ديال الماء وزدت عليه شويه العنب، غادي نعسلو ومن بعد غادي نديرو في لابواط اللي شفتو ونديرو في الثلاجه. كذلك كان عندي واحد شويه ديال البرقوق بقى عندي في الثلاجه، فغنستغل الفرصه بين ما سخن الفران ما نضيعش وقتي، خدت شويه ديال البرقوق زدت عليه شويه الماء شويه ديال السكر شي جوج حبات، خليته يتعسل تقريبا شي جوج ولا ثلاثه ديال الدقائق، وحطيته في قرعه. دونك هاد الجوج الا حبيتو ديرهم في قراعي وديروا ليهم ستيريليزي وتخليهم في لي بلاكار، او سينو تحطوهم في الثلاجه كيبقاو 20 يوم، المهم انه كينفعونا كيكونوا دي باناج ملي كنصوبوا مثلا شي حلوه ديال الكيكا ولا شي حاجه، كتكون عندنا شويه ديال الفروي نحطو فيهم شويه ديال الفروي نسموهم. كذلك حتى السيرو ديالهم ممكن تستعملوه في لي تارتيني ديال الحلويات الكريم وهكذا. المهم البنات العنب حطيته اول مره 40 دقيقة ولا الشكل ديالو غريب شويش بدا كيكحل، معرفش واش طبيعي ولا انا غلطت في شي حاجة، ورجعت خرجته وحطيت عليه سوبانان باش يتصفن داك الماء اللي بقى فيه، وهادي ثاني مرة حطيته كذلك 40 مينوت بان ليا بدا كيتكمل شويش، المهم بقيت كنكرر العملية تقريبا شي 3 ولا 4 فوا، نسخن الفران من بعد نطفيه من بعد نحط وهكذا. وفي اليوم التالي كررت نفس العمليه تقريبا شي 4 المرات، يعني القضيه كتاخذ الوقت والكميه كذلك كتقلال، فهذه هي النتيجه. دونك البنات اللي كتعرف الشطار اللي مجربه ديجا كتعرف شي طريقه اسرع بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البالكون، يا ريت تشاركها معنا، لانه القضيه بصراحه كتاخذ الوقت في الفران. دونك جبيبينيه ديال الزبيب،
دونك هذه كانت غير تجربه. اما المره الجايه ان شاء الله فانا غندير كميه كبيره، ولكن بصراحه فيها شويه العذاب الفران، سخن خرج سخن. هذا ما عطى الله البنات. دونك وصلنا لاخر الفيديو. قبل ما نودعكم كنشكر البنت اللي صيفطت لي ميساج البارح، قالت لي فاطمة انا كنتعلم منك الوصفات، فاختي شكرا لك. هذا يعني هادشي كيفرح وكيشرفني. فبصفه عامه كما كانت كتقول جدة الله يرحمها اللي خدم يديه يلقى حرفة جدوده، يكفي انه نخدموا يدينا. ناس نتاع زمان كانوا كيصوبوا كل شيء بيديهم، ما كيشريو حتى شي حاجه. فكل يوم يعني يوميا كنتعلموا، حنا ما ساليناش ان نتعلموا، يكفي افوار اونفي باش نتعلموا نصوبوا حويجات. وهذا ما عطى الله. شكرا لكم على الطيبوبه ديالكم، على تعليقاتكم الطيبه.